بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع هذه الحلقة أو الحصة أو الفيديو الوزير خالدي باص الوزير رزيق تحت رعاية الرئيس تبون. طبعا لما الاختيار يكون موافقا وتكون النية خالصة لله عز وجل ثم للوطن ثم للشعب ثم للرئيس، ما أسعدنا بهذين الوزيرين كل منهما في مجاله. الأول الوزير خالدي، العمل في صمت والعدالة بين المختصمين. الثاني الوزير رزيق، اختار الخروج والظهور والمواجهة، فأيهما أنجح وأفضل؟ أقول إنهما الاثنين. الأول الوزير خالدي دخل في معترك حرب غير متكافئة، فلقد وجد المجال الرياضي معفنا وملغما بالفساد والمفسدين. أما الثاني فوجد مجال التجارة ممسوكا بطواغيت وحيتان، أقل منع يقال عنها أنها حيتان كبار. فهل ستنجح طريقة عمل كل منهما؟ وهل سيتركوهما يعملان ليخلصوننا من هذه الطواغيت وهؤلاء الفساد؟ ومن خلال هذا وما سبق أتطرق في لمحة قصيرة لأوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ادعم هاتين الوزارتين فقد كسبا نقاط عدة عند الشعب، وحثهما على مواصلة عملهما وكلهما معاونا بعد الله عز وجل، ولا تجعل مافيا التجارة ومرتزقة الرياضة يحيطون بهم ويحاربونهم أشد حرب، فواجبك أن تساندهما. وشكرا سيادة الرئيس. ننطلق إلى مميزات الرجلين. الأول الوزير خالدي، مما ارتأيت أن هذا الوزير يتميز بالهدوء والنضج السياسي رغم حداثة سنه، إيمانه بالعدالة، إيمانه بأخلاقة الرياضة، عرفانه واعترافه بجيل الاستقلال، جبهة التحرير والجيل الذي بعده من قدام اللاعبين وقدام الرياضيين الذين رفعوا راية الجزائر عاليا، تشبعه برموز الدولة أمثال عبد القادر وبن باديس، وأهم شيء حبه لدينه الحنيف. هذا ما ارتأيت، وأرجو أني لم أقصر ولم أزد في شيء، والله أعلم وأدرى. الثاني الوزير رزيق، وزير الشعب بمعنى بأتم معنى الكلمة، إيمانه بالشعب والفقير قبل الغني، مواكبته للميدان التجارة كبيرة وصغيرة، حرصه على التواجد في كل مكان يخص قطاعه أي التجارة، حرصه على دينه الحنيف، فهو خطيب ما شاء الله، النشاط والسرعة والكلام دون الخوف من لؤمة لائم وهذا ما ارتأيت كذلك، وأرجو أن لم أزد أو أنقص شيئا، والله أعلم مني وأدرى. في الأخير اجتمع أحلى حب الله وحب الوطن، فشكرا لهذين الرجلين. ولقد لاحظنا في الأخير أن وزير الداخلية قد اتبع منوالهما وبدأ يقوم بعمله من خلال التحقيقات في جميع المجالات وجميع الميادين، وأرجو أن يقوم جميع الوزراء على هذا المنوال. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.